Okay. إذن هنا تاب سكريبتس أنتم تطلعون عليها وتحلون. Now this is very important exercise. Very important exercise that is matching of expressions and responses. Social expressions, everyday English. For example, I am sorry, I am late. Don't worry, come and sit down. Match the expressions and responses. When do we use these expressions? متى نستخدم هذه التعابير؟ How are you? Fine, thanks. Hello, Jane. Hi, Peter. Peter. Hi, Peter. Jane, yalla. How do you do? يعني كيف أنت? How do you do? How do you do? أيضا, how do you do? أنت شلونك? الثاني يقول له أنت شلونك؟ Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. I think bye. Bye. Okay. Good night. Sleep well. يعني نم بشكل جيد. Good morning. Good morning. Hello, I am Ella Paul. Pleased to meet you, Ella. Cheers. يعني بصحتك. Cheers. Excuse me. Yes, can I help you? Bless you. يعني شلون الله يبارك فيك. Thanks. Have a good weekend. Have a good. Same to you. نفس الشيء بالنسبة لك. Thank you very much indeed. لما تشكر واحد يعني حقا يقول له شكرا لك كثيرا. أنا ممتن لك إلى آخره. Not at all. يعني لا شكر على واجب. Don't mention it. يعني أصلا لا تذكرها يعني. Make yourself at home. يعني ما بنستقبل واحد نقول له اعتبر نفسك كأنه ما ببيتك. إيش يكون الجواب؟ That's very kind. Thank you. Okay. هاي أيضا تجي ممكن بالامتحانات. عليكم هنا شيء مهم جدا جدا أريدكم تقروها. Grammar reference. I want to go يا صفحة 129 page number 129 تطلعون عليها بكل يونت ناخذه. Grammar في نهاية الكتاب يتكلم انتوا هاي لازم تضبطوها الجرامر القواعد. Tenses أزمنة الفعل. هم شوفوا باللغه الانجليزيه مو مثلنا انه عندنا فعل مضارع وفعل امر وفعل ماضي وما ادري شنو. لا, هم عندهم كل فعل يرتبط بزمن معين. This unit has examples of present simple and present continuous. كان يحتوي على present simple, present continuous وحكينا به. Of the past simple أيضا and two future forms كذلك فتصيغتين للفيوتشر اللي هي going to and the present continuous. ما حكينا عن the present continuous كفيوتشر. Present continuous أيضا ممكن أن نستخدمه للإشارة إلى المستقبل. إيش وقت present continuous لما يشير للمستقبل يعني مثلا I am watching a good film tonight. هذا لما يكون مثلا الحدث معلن عنه سابقا
انه مخطط له مو شغله نيه لا مثلا خلينا نقول we have مو we have we are doing exam in the next week. هذا امتحان يعني مقرر له حسب جدول. اذا حسب جدول ومقرر له او ضمن فد برنامج معين نستخدم the present continuous. هنا ما يشير الى الان وانما يشير الى الفيوتشر، ولازم نستخدم فد كلمة تدل على الفيوتشر على المستقبل. مثلا we are having exam or examination in the next week. هذا ضمن مجدول. going to I am going to give you a new lecture. I am going to make an exam next week. مثلا اليوم كانت عندي نية فعلا انه اسوي لكم امتحان الاسبوع القادم، فعلا راح اسوي لكم امتحان. اريد معكم واجب اللي هو الكتاب، راح تاخذوه الورك بوك تحلوه، وجوز امتحانكم بهاي الاشياء اللي اخذناها اليوم. يعني امتحان بسيط كويز. All these tenses are covered again in later units. ها راح تنعاد كلها باليونتات الجاية. مثلا عندنا present tenses مثل ايش؟ He lives with his parents. شوفوا هنا اس الشخص الثالث. She speaks three languages. طبعا يتكلم لغة بالمضارع البسيط. الفاعل يكون مفرد ياخذ اس الشخص الثالث. I am enjoying the course. هذا مضارع مستمر يصف شيء يقع الآن أو حول الآن. أنا مستمتع بالكورس. الكورس هو ما يبقى طول الأمر، قد يأخذ شهر شهرين. They are studying at university. هم الآن يدرسون بالجامعة. أيضا يعني الوقت محدود. Past tense ماضي بسيط. He went to America last year. شوف last year يدل على الماضي. She came to England 3 years ago. هاي كلمة go نبهت عليها هواي مصطفى خاصة. Future forms. I am going to work as an interpreter. Interpreter أيضا مترجم، يعني مترجم فوري. What are you doing tonight? هنا نشوفوا مضارع مستمر ولكن هو يصف مستقبل. What are you doing tonight من خلال كلمة tonight. إذن هنا مضارع مستمر هو استخدام كمستقبل، إشارة إلى المستقبل أو is going to. طبعا the questions دكتور نعم من نخصك إيش وقت تنتهي المحاضرة العفو؟ تبدي؟ تنتهي ترى هي المفروض ساعتين، بس أنا أعطيكم تقريبا ساعة ونص. احنا مكلفين ساعتين لانه علينا تفتيش، بس انا خمس دقائق ننهيها خلال خمس دقائق. اوكي راحتك دكتور العفو، بس هو بجدول عين كاتبينه بالوحده ونص تنتهي يعني ساعه ما ادري هيك كاتبين بالجدول تبدي ب 12 ونص تنتهي بالوحده ونص. والله راح اشيك. اي والله اعذرني دكتور على مقاطعتك، كمل وخذ راحتك. لا 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 هاي خوش ملاحظة، أنا لازم أشيك لأن هي المفروض ساعتين ما يصير ساعة. شلون كاتبين الجدول ساعة؟ أي دكتور الجدول واحد ونص ينتهي. أوكي يلا خلال دقائق. هنا question words ها لازم تعرفوها what where وكذا، لازم يجي وراها يعني إذا نستخدمها نستخدم بعدها إذا كان مضارع بسيط نخلي do أو does. وإذا كان مضارع مستمر يكون وراها R أو is. أوكي وكلها معروفة هنا شرحناها قبل شوية استخداماتها. مو شرط أنه تجي أداة كلمة استفهام، قد يكون مثلا هو نفسه مثلا نستخدم أفعال مساعدة يكون جوابها دائما yes أو no، مثل Are you hot؟ هل انت يعني هسه محتار؟ اوكي هنا مضارع بسيط وصفه. Is she working؟ هنا
لما يكون عندنا مضارع مستمر نريد نستخدم الإز راح يكون بمعنى هل والجواب يكون يس أو نو. شوف إذا مضارع بسيط داز أو دو. وكذلك نقدر إذا كان أي فعل مساعد نقدر نستخدمه. هاي كذلك أكو فد homework solve the questions of unit 1 in the workbook. مثل ما قلت لكم workbook تستخدمه. أوكي أني طلاب اللي هنا ننهي المحاضرة إذا أكو واحد عنده سؤال. بس أنا إيش راح أسوي هسه؟ راح أخذ الحضور مالتكم يعني عن طريق سكرين شو؟ مو سكرين يعني أسوي التقط صور. أوكي طلاب؟ أوكي دكتور. بس عباس لأنه طلع شنو؟ راح أسجل حضور، أنا مسجل يعني. أوكي.